بالنور. هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه راسين كريم واصلين معاكم، وسؤالنا كمان أنه أول سؤال دي مستنسنا في ساعتنا الثانية، الأولاني هو من الياسيو. يلا إذا كان جاهز السؤال ولا الجنجل بتاع السؤال. فاتني يا مواطن مع الياسيو. به، شنو حكاية منصة حنا بعل اللي عملها البنك المركزي لمتابعة نقل العملات الأجنبية عبر المعابر الحدودية؟ شنو حكاية منصة حنا بعل اللي عملها البنك المركزي لمتابعة نقل العملات الأجنبية عبر المعابر الحدودية؟ هو كونترول الترافيك دو ديفيز، كونترول الترافيك متاع الديفيز. لا ما سمعتش بها بكل. منصة حنا بعل، نعرف حنا بعل إيه؟ أي أما منصته الحق ما سمعتش. فرح فتتك هذي عبسة تاريخي، إنا بنعرف بي دونك. منصة حنا بعل تم تدشينها نهار الخميس اللي فات، وتعملت بتقنية البلو كاتشن باش يراقبوا بها النقل المادي للعملات الأجنبية عبر المعابر الحدودية في تونس. المنصة هذه جات بعد بحث ميداني عملته اللجنة التونسية للتحاليل المالية في 2014، يبين أنه قرابة فما رقم لا يقع إدماجه في الدورة المالية النظامية، فما بورسنتاج من العملة الأجنبية لا يقع إدماجه في الدورة المالية. حسب رأيكم قديش البورسنتاج؟ 30% هكاك، 36 40 42% والتقرير الأخير لنشاط اللجنة التونسية للتحاليل المالية 2018-2019 بيّن أنه برشا عملة صعبة تم استعمالها في تمويل أنشطة غير مشروع. المنصة هذه باش تبين مصدر الأموال وهوية العابرين الحاملين لتراخيص ديوانية وين ماشي الفلوس، ومن خلال المنصة ينجموا يقدروا قداش فلوس نقد تتعدى عبر الحدود، وهو ما يمكن من اقتراح إجراءات للتخفيف من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. المنصة تحت إشراف اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، وما تكون عندها قيمة وفعالة كان ما تكون فيها كل المعلومات بين مختلف المدخلين مع احترام بروتوكول التعاون بين البنك المركزي التونسي والديوانة والداخلية ومكاتب الصرف والبريد التونسي. لي زانترفونون هكا سور لو في السيكتور مونيتير. كلهم دولة معنا، كلهم نتاع الدولة المدخلين في السيكتور مونيتير. من المفروض يتعاونوا. دونك جاوب تقريبا كونتر لو ترافيك. اي كونتر لو ترافيك تويتي فريمون دودون. سامحني انا عام تعمل 2014. لا لا يخدموا عليها الجمعة اللي فاتت. المنصة هذه الجمعة اللي فاتت تم تدشينها. سمعت انا فرحها الجمعة اللي فاتت. هذاك علاش انت قلت لي، انت قلت لي فاتتني مع بالطبيعة الجمعة اللي فاتت معناها عندها درج معناها الجمعة اللي فاتت توا اي دقيقتي. اي شنو الفريق اللي حقق رقم قياسي في تاريخه؟ نشكره طبعا الياسيو على السؤال هذا. شنو الفريق؟ انا شوية ديكالاج اليوم بون، انا زاد في الديكالاج. شنو الفريق اللي لئيم والله لئيم. لا والله لا، تحياتنا الباجة، تحياتنا الباجة مخرجتنا اللي هي قاعدة تذوق في الجاتو نتاع عبد الستار. هاك علاش ريت عبد الستار؟ ريت انا السبب. عبد الستار تليق عليه غناية يا طيب القلب وين حرمت جر ذينينا مشتاق لك يا أسطورة عسى نور حنينا يا شوقعين لعينك. هذيك أغنية مسكين بعدها هي ما نجم يعمل شيء، حتى كيعمل لغة وأنتج وكل سي لغنيتك اللي ساعات كيما كادو بوزيني. لا أنا عمل حاجة عجبتني بعد واللي هي نسيت شنو هو الأغنية، ما مش بالنجاح اللي عمله فيها. طيب القلب حاجه رهيب ويا طيب. هو ساعه مبدئيا كصوت هو صوت ناعم طبعا طبعا، وصوت متمكن بالقدا ومغني معناه فذ الحقيقه. تبقينا بالنسبه للخليجيين تتحط كل الامكانيات باش ينجحوا. يعني انا راه انه كي خليجي يعمل غناء ويفشل فيها مشكله منه، مشكله تولي فما مشكله خاطر هما فما ان بيجي كبير يتحط عليهم وكل المقومات نتاع النجاح تبدا موجوده. هذاك علاش اما تي داكور اللي نجاحها فريمون غلبوا معناتها. انا مثلا انا ناخذ معناها ناخذ كام تاعي، انا عندي حبيت زماني نجحت عندها اكثر من 20 سنه التو، حتى غنيه ما وصلت للنجاح نتاعها هي. تو انا نقول يا ربي ان شاء الله غنيه تفوتها تريف ان شاء الله وبقدره ربي في القادم. شنو الاغنيه الاخرى بتقدر تتذكرها مجد عبد الله؟
انا نذكر سماني 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 غني ودينها لعيوني رد الهنا لي سماني سماني قلبك يا بياني لا 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 تشبه تعرف شنو لما يجيبوا سر شوف هذايا تشابه ساعات. انا عادي المشكله عندي مع التوانسه برشا التونسي كي تسموا حاجه باهيه ديما يلوج لك كيفاش يفكسيك. لا مش انا توكا مش انت اما اي مي هذا موجود عند التوانسه ريتها في مصر هذا مش موجود مش موجود اما تشبه لها برشا رضا والله راضيناك يا بنات يا بنات يا بنات عمر ما واحد قال هذه تشبه هذه خاطر هو الملحن خواطر هي ولا قوم واقف وانت بتكلمني اللي هي لما صحيت على حبك ما تسمعهاش عند الشرقيين بالكل اما انت تعمل جمله حتى مره انا عملت جمله قريبة الواحد ملحن مع احترامي ليه قسما بالله إلى عمري سمعت به ولا شفته ولا نهار قبلته وكون بارازار معناها ما إنا با يو سوكسي هو ما نعرفوش خويا طلع لي في التلفزة قال لي أنت سرقت لي جملة متاع غنيتي اللي ما سمعوهاش ستة معناها أنا كيفاش سمعتها لك وكيفاش سرقتها لك مو فما تشابه خواطر أنا نراها لي في الموسيقى فما برشا تشابه خواطر الله اكبر غلط الله ينبض لئيم والله شكون هذا اللي كنا نحكي عبد الله هذه اغنيه نجحت زاد طبعا من يشبهك يا ودادي الله اكبر غلط ينبض حبك الله يرحم طارق عاكف هو اللي عمل معاهم كل شوف الاغاني نتاع التسعينات الكل التسعينات واول الالفين معناها الالفين هو كان يوزع في الاغاني الله يرحمه توفى تو ما عندوش حتى ثلاث شهور طارق اي طارق عاكف توفى الله يرحمه فما تروى هذا واحد من الناس اللي هو بسم بصمه كبيره مع الفنانين الخليجيين والاغاني اللي نجحت هذه الكل خليجي معناها من اكبر اغنيات اللي نجحت في التسعينات هو صحيح وحياتي عندك هو اي هو انا نتفكر تعارك هو صلاح الشرنوبي نهار في تسجيل اغنيه يا عزيز عيني الذكرى كنت في الاستوديو انا معاه تعاركوا لانه كل واحد عنده وجهه نظر في السولو ولا في الدخول نتاع الاغنيه وتعاركوا وتقفل التسجيل دخل حلو وروحنا الناس كل روحت وهو في الاخر كانت عنده رؤيه ديما راهو الموزع انا تو ملحن لكن الموزع راهو عنده رؤيه حلوه برشا هو اللي ينجم الغنايه صحيح ينجم الغنايه راهو يهز لها معنوياتها ولا يهزها ولا ينجم زاد يطيحها فهمت يلا شنو الفريق اللي حقق رقم قياسي في تاريخه في شيفر دافير في تاريخه في شيفر دافير مانشستر يونايتد لا ريال مدريد برشلون ريال مدريد بايرن بايرن لا يغفرنا ليه شو هذوما بكل معنى ثقة في النفس ليفربول فرق الكبار اللي عندهم برشا فرق كبار برشلون لا ليفربول طليان طليان مانشستر يونايتد كل طليان تقول يوفي انت مثلا اليوفي مثلا لا شبيه لا ولا اي سامحني سامي عاود لنا بشويه السؤال بالله شنو هي الفريق اللي حقق رقم قياسي في تاريخه في الشيفر دافير نتاعو في الفترة هذه امبوسيبل اي اي الفترة هذه عنده علاقة بكرة قدم ولا فريق كرة قدم مانشستر يونايتد ولا ليفربول ولا السيتي هي بي اس جي اه وي اه بون بيعتها مليانه فلوس هي مش قطر مش قطر لا لا سان جيرمان باريس سان جيرمان بي اس جي شيفر دافير روكور الفريق الفرنسي اللي اول مره يعمل في تاريخه قداش 55 مليون يورو 637.8 مليون يورو ما بين 2018 و 2019 ويشكل نسبة ارتفاع ب 17% يدخل متسكر 115 مليون يورو في حين كان يدخل سنة 2011 24 مليون يورو وكهو كيفاش تسكر انه ما فماش ما فماش فما لما هنا الارقام 2018 2019 اه ولا مش تعمل. يدخل في 150 مليون يورو من حقوق البث 156 مليون يورو من لي سبونسور مثلا المراول 60.4 مليون يورو لي برودوي ديريفي ولكن رغم انه يدخل في ارقام كبيره لكن يدخل اقل مقارنه بفرق كبرى اخرى البي اس جي ريال مدريد 757 مليون يورو وبرشلونه تقريب مليار يورو سؤالي كان شنو هي الفريق اللي حقق رقم قياسي في تاريخه في الشيفر في تاريخه مش بارابور روزوت بربي تي تي سي 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 مليون يورو نتصور انت نتصور انا تي تي سي الارقام لانه تعرف انه في فرنسا
معناها من أكثر البلدان اللي الكور جاهو بارتو أون أوروب في العالم، ولكن فما حرص كبير على المداخيل الضرائب. يعني خلصوا الزامبو تاعهم. مبابي كي قالوا له نزيدوك في الكونترا، قال لهم لا ما تزيدونيش في الكونترا، تزيدوني في الكونترا باش ندفع أكثر أمبو، خليوني كاية معناها، فهمت؟ يعني تقريبا ما بين في حدود 25 و 27% من الأسيات نتاعو تلقاه ماذا بيا يقعد في الأسيات، يقعد في البالية هذاك خير له معناها. أما راه فما حاجة اسمها منه فيه زيت ويقلية لهنا، راهو ما نعرفش فهمتوني ولا لا. وقت اللي يدخل لي البث نتاع الكورة هو مولى البيين، هو نفسه ولا مولى الجمعية معناها نتاع باريس سان جيرمان، ينجم يخلصها قد ما تحب هي، فهمت؟ لا ما نتصورش أنه هذا معناها لو كونفلي دانتيري، راهو حقوق البث حاجه ما تنجمش حقوق البث يعاقب عليه القانون. بيان سور طبعا سي ان كونفلي دانتيري، يعني ما نجمش يكون موجود، فهمت؟ يحيي العالم يضحك. بون النوعيه نتاع التسجيل بالطبيعه ماهوش حاجه قديمه وبروف قبل ما تتسجل كما يقول لي عبد الستار، ولكن سي بيان انا نسمعوا صوت كيما هكا وفن كيما هكا. نسمعوا في حاجه متسجله في الستينات ولا في السبعينات، معناها بالنسبه لنا احنا مستوعبينها ومعناها. شوف هذا يذكرنا في برشا حاجات، يذكرنا في الموسيقى وقت اللي كانت موسيقى لايف تقول انت، خاطر يسجلوا ديريكت وهذا راهو في فرقه الاذاعه قبل كانوا يدخلوا يسجلوا الصوت، معناها كي تغلط غلطه تتعاود من الاول بكل، معناها مش كيما توا ملتي بيست وكي تغلط هاي نفسخ لك ونعاود لك توا ساعات تغلط يغلطوا في الغناء يقف لحظه يحط الاورديناتور يحط لك عنده فما لوجيسيال يصلح لك حتى الغلطه نتاع النوته. النوتة اللي انت غلط فيها تولي ترجع تتصلح تطلع ولا اي بس معناها بالحق تبدلت فما قصيده يا نجم انا ما دوبلو ترونشون الى محاله وخليت برشا ناس ما يعرفوش يغنيوا اللي هو يا نجم انا طالع بنص ساعه اغنيه بنص ساعه ومعها مقدمه موسيقيه بربع ساعه، معناها ساعه غير ربع من المطولات، معناها هذا من غير اعاده. الموسيقيين يفدوا منك لو كان تغلط غلطين وعاودوا من الاول. وسير هادي جويني كان على رئيس مصلحه الموسيقى وكان اكزيجون على الاخر معناها. وصل له رئيس مصلحه الموسيقى ويحضر في وقت التسجيل يحضر، تقول لي سيدة نعمة يرحمها تقول لي في الاخر كملنا قفلت وفما قفلة موسيقية بعد طاحت النوتة نتاع القفلة الموسيقية يرجع من الاول عاود من الاول جديد. ما نجموش يعاودوا هذيك قالت لي طاح الدخ قالت لي انهرت اوكي بوبين على طول لازم تعاود كاملة قالت لي طاح انهرت قالت لي بالفجعة طاح الدخ اي طبعا قالت لي تصور انت المجهود هذاك بعد 45 دقيقة الكل. هاي التمثال موجود في أشهر كارتيه فينونسيي في نيويورك، مصمم على شكل حيوان هو تورو هو الثور. نحكيو على لو تورو دو وول ستريت. التمثال موجود في وول ستريت منذ 1989، تمثال برونزي كبير في الحجم، هذا هو في التصوير في الباجي اف ام و 3 متر ارتفاع. صمم الثور هذا هو الإيطالي أرتورو دي موديكا، هو بيدو اللي مولها ليبوك هذيك دفع 350 ألف دولار من مكتوبه. أما لازمنا نعرفوا اللي فكرة التمثال الثور في الولايات المتحدة ترجع لقبل 1989 وقت الكراش فينانسي نتاع 1987، حطوا بطريقة غير قانونية تمثال نتاع ثور قدام البورصة نتاع نيويورك وكانت الرمزية نتاعو هي باش يوريو القوة نتاع الأمريكان. وبعد بالوقت قبلت مدينة نيويورك بالتمثال هذا اللي تنقل الموقع الأصلي في 1989. فرح لاحظت شي حاجة قولي كي قلنا وول ستريت والفلوس والصوارد والبنوك وكل شيء، أول من جاوب على السؤال غازي بيان سور مالا كنت يفهم أنا ما قلت حتى شيء أي نورمالمون فرح أنا راني حطيت شحايش مش تغو باهي يا عندي سؤال اخر انت كاش عندك كان اسئله وخاي نرتو تخسر فينا تخسر فينا حسب رايكم منين استلهموا عنوان سيري على نتفليكس تحكي على ممثل على جوار اسمه روبرتو باجو؟ نعرفوا هذا فما سيري باش تهبط يظهر لي 26 ماي المقبل يظهر لي ان شاء الله على نتفليكس. شو نعرفوا احنا حيو تحكي على روبرتو باجو؟ عيب عليك يا بني. منين استوحاو لو تيتر نتاع السيري؟ معناها لو تيتر هو روبرتو باجو. مثلا كي باش تعمل انت على مارادونا تقول مان دو جو بار اكزومبل. لو بو غوس. لو بو غوس. اي. خاطر روبرتو باجو كان برشا بنات يحبوا. لا بروف نعرفوا. نجم يكون الكوت شوفال اشهر من شعره جوستومون. الكوت شوفال. ان توكا المشطر تاع شعره معناها الاولاد يتبعوه على خاطره كواج كبير.
برشا ما عمري ما تبعته في الكبال يعني. لا ما حبش يتوه لك التولة ذيك. لا نحكي في الكورة. سيريس ما لكوتشبال لا الديفين كودينو اسمه كودينو سي كودينو كوتشيفال دونك الهبط لو ديفان لو ديفان لو كوتشيفال ديفان ما هو كان موذا الكوتشيفال اي وقت الناس كل تعمل دونك ما لم لعب حتى سميتو ما نعرفوش دونك الناس يتبعوه على خاطر كوارجي والبنات يتبعوه على خاطر كان عندك هو بعد مالديني مالديني هذوكم زوز نعرفهم يظهر لي مالديني قبل لا في الا في اللي نعرفه لا في الترتيب في الترتيب لا نحكي على فيزيك مات برك مالديني انا ريته في ايطاليا شفت ميلان عرضني مالديني وعرضني بوفون بوفون الساعة 200 متر واش وين تحوس انت يا جينيرال في ميلان ندور في البومو دي ميلان اسمع وريت جوار كبير ياسر في ميلان اسمه زانيتي تعرف زانيتي وقت اللي ريته انا قعدت بيت لانه ما نجمتش نصدق اللي هو علاش ركب في بونتو قلت امبوسيبل كان جوار كيما زانيتي يركب كهرباء بونتو هذا هو باجولي بالمايور ازرق باجولي اللي شعره شايب توا ذاك ولده بارامولي معاه هذا هو اللي شعره شايب كبر خاطر توا مع الصغير بيان سور ان توكا تحياتنا الناس تسمع فينا هارون يقول لي انس ها وراك راكش في الحوار التونسي زاد واحلم في بنيش ونقول وينو ونقول اي بون شام مسافر اما يا ليتك ما قلت لنا دونك السيري هذه باش تكون ديسپونبل حصريا على نتفليكس ابتداء من 16 ماي يحكيوا فيها على 22 سنه من الكارير نتاع اللاعب الايطالي هذا يحكيوا على اصابته وقت اللي عمره 18 سنه حتى للمجد نتاع التسعينات باجو اللي تم التركيز على كأس العالم معاه ضد البرازيل 94 في مسيرته الكل سجل 318 هدف في 699 مقابلة ربح زوز بطولات إيطاليا مع اليوفي ومع لاسي ميلان ربح زاد الكرة الذهبية 1993 العبيد الكل تتذكر هذا هو ضربة الجزاء صحيح. الشهيرة هو اللي ضيعها باجو شوف هو هذيك معناها فريمون عدى ماتش مش عادي نتفكروا الماتش كلنا تلمينا بحدا في مدار صاحبنا نتفرجوا في الماتش نهارتها عدى ماتش رهيب رهيب في الاخر بكل راهو اسمع ضربت الحظ لا باش نحكي لك حكايه صغيره راهو ديما لي جرون جوار ومالوريزمون حتى ميسي راهو صارت له برشا مرات تجيف اللي بيلانتي انا يظهر لي لونترينور احسن شيء انه ما يعطيش الاحسن جوار في الماتش جوار. يخليه بعيد خير لانه ديما الجوار اللي يعدي ماتشو في الاخر بكل مالوريزمون ما يعطيش البيلانتي انا راتيت بينالتي في الماتش كبير جيسبر كو تو راتي كو البينالتي في ماتش كبير لازمك ترات بينالتي ما تعوض الاخر وبربي عندك اسما تقول لك اسما لاندرسي تقول لك حتى باتيستوتا زاد كان راهو طبعا من لي جوار اللي بالاسمي هي هو بيدو معمول عليه فيلم راهو باتيستوتا توا بالحق قاعدين يحضروا فيلم باتيستوتا مره قبل يعني كاس عالم اي كاس عالم يوريو الفرق اللبسه الرسميه اللي بشي يخرجوا بها البنك يعملوا الشوتينج بتاع الفريق الايطالي لا سي بان تقول اولا لي كرياتور اللي عملوا اليونيفورم بتاع الجارو عمل برشا عملوا جو بونس شو اسمه غوتشي لا مش غوتشي اما يقول لي دولشي جابانا مره عمل ارماني اي نصور باسكو سي كي نبدا نسمع فيهم لسامي ذا قداش خويين ياسر اي سامحني والايطاليين يعني شوي بالموضه يخرجوا يوغو بوس عمل ليكيب ديتالي اي جو بونس فما برشا انتوكا عملوا اللبسه وايطاليا كانت من ديما متميزه الاكثر اناقه يعني بيان سور اليوم انت كي تقول في الشارع تبدا تغزش يلبسوا كدير دي اتليت مانكان معناتها بدانيت وتابليت وشوكولا ميلان لا حتى في لي مود كونتينيو ميلان كونتينيو انا مره في تصوير مشيت نصور في حاجات في الـ في الـ في الكارتي وين فما الكارتي دافير شويه البنوك كل شيء عند الاول وقت يخرجوا الموظفين عندك ما تشوف يعني حاجه اللي بالتايور واللي بالكوستيم واللي بال يعني حاجه فما فتره عبد الرزاق شراكي قال لك سكيلاتشي زادها سكيلاتشي سكيلاتشي زادها في ايطاليا فما حاجه انا مره نغزل الناس لابسين كساوي ولابسين سبدريات سبدريات الموضه خرجت من غادي اي الموضه قعدت بيت
هذا يرو في التسعينات راهو في اول التسعينات هما اللي لانسيو شنو هذا واحد بس كسو اخي ما لقاش صباط واش يخرج بس بدري من بعد وليت نرى فيها كل يوم نرى في ناس واحد بس بدري تشوف مثلا المراه مسنه وتشوف الراجل اللي هو كبير لما تشوف الضخامه نتاعه يعني وتعرف باللي ديتاي تلقى مرايات لون اخر الشاخبه تلقى فما دي ديتاي كسو اما فما حاجه نحب نقول لك احنا صغار في لافايت وقت اللي كنا صغار بالكل معناها عمر 8 سنين و7 سنين كانت الناس في القهاوي في لافايت الناس التوانسه يمشيوا بالكسوه وبوزي على الاخر باش يشربوا قهوه انا كنت نتعدى قدام القهوه نحشم ما نجمش ندخل لها حتى باش نشرب كاس ماء في بلايص اخرين زاد في الستادات والله كاين والمسرح ويمشيوا لي زونتيكير في نهر زركون وفي الاسواق يديروا لي تسينك ساويهم نهار الاحد وماشيين في الكاروسه عبد الستار سوق كبير نتاع نتاع لونتيكيتي في نهر زركون كان فما عشرات سورتو نهار الاحد مجازانات عشرات هذه توا في لبنان موجوده اللي الناس يمشيو للقهوه لابسين كساويهم هو مرته تقول عليهم ماشيين للتيار زينه اناقه باهيه يلا في فما فو ترافيك رجعنا في راسين كاري سؤال يقول شنو هي اشهر نوع نتاع وهم يعانيوا منه 90% من الناس في الكره الارضيه بسبب التكنولوجيا شنو هي اشهر وهم يعانيوا منه 90% من الناس بسبب التكنولوجيا دراسه امريكيه موضوع اهم الاثار على مستعملي هو لونغيشيسمون رابيد انك باش تستغنى بسرعه بسبب التكنولوجي اي بسبب اي ليتيزاسيون تاع التكنولوجي ما بين الجو وغيره لي جو موجودين اكسيسيبل ريزو سوسيو وكل بون كيفاش تنجم تستغنى من هذا؟ انستغرام اي مثلا معقول وهم وهم النشاط اللي هما اكتيف ويعملوا في حاجات دوغيغ لوغ كلافيي لا لا وهم الشهرة فما وهم اخر ينجم زاد ريتك الفلتر اللي في التصاور ساعات واحد انا ساعات عنده هوس بيحب يولي صوفين لا انا ما عنديش من هذيا اما ساعات كي تجي طفله تقول لي جينا نتصوروا مع بعضنا كي نتصور نحس روحي شباب في التصوير مع الطفله عاد وليت نثبت شنو قلت لها ايش بينا نتبدلوا قالت لي راه فما فلتر اي صحيح يتعمل وانا ما لقيتوش الفلتر هذايا ما تحقوش نتصور انستغرام نتاع الوصول الى المعرفه سندروم دو لا فيبراسيون فانتوم اللي هو التوهم انه تليفوني بيبري هو في الحقيقة لا دراسة أمريكية موضوعها أهم الأثار المستعملين تاع السمارت فون ورات اللي فما نوع من الوهم يمس 90% من مستعملين الهواتف الذكية ناخذ تليفون ينوقز يمشي يطلع عليها فما موجودة راهي هي قلت هذاك علاش كل مرة تقول إبراهيم تليفون تليفون وأنا هذاك من الوهم من الوهم ويتمثل في أنهم يتخيلوا تليفوني بيبري سموا الوهم هذا سندروم دو لا فيبراسيون حسب نفس الدراسة نتاع جورج انستيتيوت اوف تكنولوجي تقول اللي من كثرة استعمال هاتف الجوال يوليو فما عادات جسدية للناس اللي ديما يحطوا التليفونات في مكتوبهم ويوليو التليفونات هذا ما تقولش عليهم جزء منهم عطاو المثال نتاع الناس اللي تلبس مرايات يوليو ينسال اصلا وينسال وصول وجود المرايات دونك بالنسبة للتليفون أي تحريك نتاع الحوايج يخلي الإنسان يتخيل أن التليفون يفيبري في أغلب الحالات هذه ماهيش أكثر من وهم وهذاك علاش نحكيو بلوتو على لو سيندروم دو لا فيبراسيون فانتوم التليفون ما عنديش معاه مشكلة خاطر ديما محطوط ساكت معناها الفيكس عادتي أما بالحق بالنسبة للمرايات سي ساعات نبدا بلاش مرايات معناها نحيطو بور أون ريزون بور أون أوتر وتخيل روحك لابس ساعة ساعة هكا باش نعمل هكا باش ندز المرايات نستطيع عندك تليفون بورتابل حشد الاسلامي عندي ترجيل لها ابراهيم بيه فيلم على سينما هو فيلم موسيقى زاد كذلك فيلم معروف برشا من نوع الكوميدي ميوزيكال معروف خاصة هو سان فيلم تاع 1980 اما البوند انونس نتاعو وقتها عملت تحدثت والفيلم اللي دوفني ان فيلم كولت اليوم البوند انونس فيها ترافولتا لا لا فيه اسمع شكون فيه ريتشاردز اريتا فرانكلين جيمس براون جون لي هوكر هذوما الكل كانوا موجودين في الفيلم في الفيلم وفي في البوند سون معروفه البوند سون تاع الفيلم تصور اكزاكتومون يحكي زوج خوات يمشيو في رحله بوغ روتروفي لوغ زامي اللي كانت معاهم بوغ روتروفي لو جروب تاع الروك اند رول اللي كانوا عاملينه مع بعضهم معروف برشا الفيلم وي كوميدي ميوزيكال مي بون ننسى الاسم 1980 شكون عنده الإجابة؟ المخرج جوان لانديس شكون شنو الفيلم؟
The Blues Brother. آه The Blues Brother. The Blues Brother لا. أوه 1980. 1980. فيها ريتا فرانكلين. فيها ريتا فرانكلين. تو هذا سؤال إبراهيم معروف الجواب. حابينش نبزوك خاطر سؤال بديهي. كلنا نعرفوا جوابه. أنا. كان سامي بيان سور. لا لا ما نعرفش أنا ما الفيلم يعني تعدى قدامي المعلومة ذي. لسه معروفة. أكيد كي تسمع باش تدلك. ما تفرجناش. يلعب ستار. بيلو يطر والراح في عينيها تحيا معاها الروح وتنجيها لحظة بديعة ترشفتها وداويت بها الليعة والعمر إذا يفوت منه ربيعة ودع حياة العز واللي فيها معنى ومنظر والكون حافل في البس والأخضر درجس مع ياسمين ورد معطر واللي معايا مذبلة عينيها عيون الخمري وهدابها بالحب توحي وتغري وانغامها من يار ولا قمري هي حياتي ومهجتي في ديها من نغمتها صوت الطرو سقاتني خمرتها الروح صح هامد في سما نشوتها فرق دنيا الناس واللي فيها فين السؤال فين السؤال شاركت بها الأغنية سيدة نعمة في مهرجان صليحة اللي انعقد يوم 21 جانفي 1965 وأسندت الأغنية وأسندت الأغنية هذه ثلاث جوائز متاع المهرجان جائزة الأداء لسيدة نعمة جائزة الألحان لسي شادلي أنور والكلمات لشكون هو شاعر مقل ولد في العاصمة نهار 8 مايو 1918 في العاصمة 8 مايو 1918 من عائلة أصيلة مدينة صفاقس اشتهرت بتجارة العطور في الأصل ثم بالعلم بدأ في قول الشعر من صغره غير أن إنتاجه توقف تدريجياً حتى توقف نهائياً حوالي في الستينات عنده أغنية خائف دموع العين تلحين محمد ساسي مهما نشعر تلحين ونس كريم وغناء سيدة عليا آه من قلبي تلحين شادلي أنور وغناء سيدة نعمة توفي الشاعر في سبتمبر 1976 عائلة مجيدة يسكن في المرصاصي مرصاوي اي بيت علم في طب معنا معروفين انه بيت علم وكان ينتج تحت اسم مستعار هو دار نايفر شيء برافو سي عبد الرحمن نايفر عبد الرحمن نايفر الله يرحمه الشاعر واللي كان معناها على الحاجات الفنية صح عليهم شهاب بيحطش اسمه الحقيقي والغنية هذه من أبدع ما كتب حلوة برشا كلمات جميلة جميلة شكرا مستر فرح في 11 مارس 1794 فما وفات لغيفوليسيون فرانسيز أزمة كبيرة في البلاد 11 مارس 1794 أزمة كبيرة في البلاد أي تاو أزمة كبيرة في البلاد فما اون بينوري صارت من المهندسين وليزانجينيور يا أخي مجموعة من العلماء تلموا وقروا يعملوا حاجة شنو هي الحاجة هذه السؤال من وحي الحلقة يا جماعة لا 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 البوليتكنيك يس سير اول دونك مدرسه بوليتكنيك فوالا كنا على العالم العربي هذه في العالم اللي هذه في العالم دونك ليكول سنترال دي ترافو بوبليك اللي بعد عام ولات في 1795 ليكول بوليتكنيك دونك انجينيور مهندسين تلميذة نجيبة نجيبة يلا غاز بارك الله عليك استونا برافو غازي وين اول واحدة في العالم العربي كنا في تونس وين في تونس وش اسمها في باردو اي وهي مدرسه شنو مدرسه باردو الحربيه الحربيه مدرسه الحربيه لا كيك ستار حيروح ماير الدار بعد كمل انا مراجعه ممثل امريكاني انا شخصيا يعجبني برشا البارح بركه تفرجت له في فيلم حلو ياسر هو مولود عام 64 اكبر منا شويه اكبر منك انت مش منا هو من نيوزيلندا سان نيوزيلندي دوريجين بدا مسيرته في استراليا من بعد تنقل للايتازوني ميل جيبسون لا وهو من نيوزيلندا مش استراليا في ميل جيبسون استراليا ممثل غول محلاه مقدم ممثل معناه بالصادق في اشهر افلامه
انا بالعكس انا باش نسلكم على الفيلم نتاع البارح، حنا نعرفكم تعرفوه انتم شكون هذا، باش نقول لكم على الفيلم اللي شفتوه معنا ديس شنو هو الفيلم وفيلم شنو هو الفيلم خلينا نعرفوه. اي جست ما طلعوا لي ممثل الساعه شنو هو الفيلم باش اللي هو عرفنا الدجاجه هو خذا معناها اوسكار دو ميور اكتور، خذاها تقريبا مرتين ولا ثلاثه، 99 كانت الاولى. نيكولا كيج لا لا ملا ممثل شيمبان تو نزيد نقرب لك شويه مش شيمبان طوله 182 مش شيمبان لا انت شربت انت قهوه براد بيت لا 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 مش اسمه اللي لبسته شو اسمه براد بيت براد بيت لبسته مش لبسته تيما عاونته في الاختيارات فما شكون عارف صاحبي انا يقول لي ساهل انتم تنجموا تعرفوه لانه ممثل غول لا ثلاث مرات اوسكار ثلاث مرات اوسكار ابراهيم ثلاث اوسكار غالي قداش يمكن اسمع هو فما ديرول عملهم ريتك الافلام الهستوريك تقريبا عنده تروا ولا كات فيلم هكاك كلهم هستوريك بون فما ميل جيبسون يمشي هو قريب قريب هو راه ممثل اصغر منهم شويه بطبيعه الحال كوستو 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 جو كومونس افواغ ليماج هذول عمل حاجه انا يعجبني برشا المحل عمل حاجه ديبوك استنى هو اكتور رياليزاتور وميوزيسيان اون ميم تام ميوزيسيان ما نعرفوش البارتي نتاعو ميوزيسيان بالكل احنا باهي يا سيدي نقول لكم عليه روسيل كرو عمل فيلم شو هو الفيلم اللي خرج اون 2010 فيلم حلو برشا شو اسمه؟ ما ما تنجموش 2010 روبان ديبوا بالحق برانس دي فولور روبان ديبوا فيلم يا اخي مش كيفن مش كيفن كوستر كيفن كوستر هذا خدمه 2010 هو فما واحد جديد تو روبان ديبوا ابارمون 2018 بداوا فيه فيه شو اسمه اللي مثل تيتانيك تيتانيك شو اسمه ديكابريو ديكابريو اما هذا الفيلم تاع دوبلي ان فرونسي ان فرونسي ان فرونسي محلاه فيلم يقتل مش عادي فيلم غير عادي شكرا لكم ميرسي بوكو كانت هذه راسين كاري غدوه ان شاء الله نتلاقاو في